بريطانيا تصبح أول دولة تستخدم اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا البريطانية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد. وانطلق برنامج للتحصين ضد فيروس كورونا باللقاح الجديد على أمل أن يكون قادراً على كبح جماح السلالة الجديدة من الفيروس التي تسببت في ارتفاع قياسي في مستوى الإصابات في المملكة المتحدة. إنه خبر رائع، الموافقة على لقاح أوكسفورد أسترازينيكا الذي يعد إنجازا رائعا للعلم البريطاني. لقد كان من الممكن أن يستغرق إنتاجه أكثر من عام واحد، لكن كان علينا التأكد من أنه تتم الموافقة عليه بشكل صحيح قبل البدء باستخدامه. حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تقول إنها تعمل على ضمان الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، فمنذ بدء حملة التلقيح مطلع ديسمبر من العام المنصرم طعمت بريطانيا أكثر من مليون شخص. اللقاح يمكن أن يحفظ في جهاز تبريد عادي، خلافا للقاحي موديرنا وفايزر بايونتك اللذين يحتاجان إلى درجة حرارة متدنية. وتشرف 6 مستشفيات في إنجلترا على الدفعة الأولى من حوالي 530 ألف جرعة أعدتها بريطانيا. ساعة التطعيمات محدودة بعدد اللقاحات التي نحصل عليها، لذلك سنقدم هذا الأسبوع كمية اللقاح التي سيتم تقديمها عبر منظمة الصحة الوطنية NHS. نعمل بشكل وثيق مع الشركات المصنعة وسنقوم بزيادة إنتاج اللقاح في أسرع وقت ممكن. المملكة المتحدة طلبت 100 مليون جرعة ستتوفر 40 مليونا منها بحلول نهاية مارس آذار المقبل. ومن ميزات لقاح أسترازينيكا أوكسفورد أنه قليل التكلفة، حيث تبلغ حوالي 2.5 يورو للجرعة. كما تم التأكيد على قدرته على مكافحة تحولات السلالة الجديدة من فيروس كورونا. ومع بدء هذه الخطوة الجديدة يتجدد الأمل في أن يساعد اللقاح الجديد في السيطرة على الوباء في بلد يعتبر من أكثر البلدان تأثرا به بعد تسجيل أكثر من 71 ألف وفاة بالفيروس.